عاصمة الثقافة والفن أبو ظبي. مشاهدينا نرحب فيكم في الفقرة الأخيرة ومحطتنا الأخيرة طبعا فن، وضيفتنا اليوم عازفة آلات إيقاعية قد بدأ شغفها بالآلات الغربية والإيقاعية منذ الصغر، وورثت تلك الموهبة من والدها وأصبحت أول عازفة درمز في سوريا. صحيح راشد، يسعدنا اليوم ان نرحب ضيفتنا العازفه ايناس حلال. يا هلا ويا مرحبا في صباح الدار. ذكر راشد في البدايه انك تاثرتي وايد بوالدك، فخبرينا كيف تاثرتي بوالدك ربيع حلال اللي خلاك تحبين الموسيقى وخلاك يكون عندك هذا الشغف الكبير للموسيقى. اكيد هلا والدي الله يرحمه هو كان بالاصل بيعزف درامز، فكان يطلع حفلات مختلفه مع الباندز تبعه، وانا اخذت هيدا الشيء. يعني احنا بالعائله في كثير مواهب موسيقيه بالعائله عندنا، فبين هيدا الشيء بالصغر عندي وكفيت فيه بعد ما تخرجت من الجامعه. يعني مو من كثير اخذته كبروفيشن، بس بعد ما تخرجت من الجامعه حبيت انه اختص بهذا المجال اكثر. مصطلح درمز، هل هي هذه الالات اللي قدامك ولا يعني ممكن نطبقها على كل شيء ممكن نقرا عليه؟ هلا الدرمز معروف بالدرم سيت يلي هو بيكون مجموعه طبول مع السيمبلز. نعم. بس هي درم، يعني هدول كلهم درم بال يعني المفرد. كمصطلح يعني كمفرد بس شكلها غريب يعني. تمام. هلا هدول الات ايقاعيه هن الات جديده، هيدي اسمها الودو وهي اسمها ساندرام، هن مصنعون شخص سويدي. هي الآلة صوتها هو مأخوذ من آلة هندية مصنوعة من الفخار. نعم. بس لأنه الفخار ممكن ينكسر بسرعة فهو عاملة ألومنيوم، وهي الموجودة بهيدا الشكل. هي كتير نادرة لأنه بيصنعها بإيده والقطع قليلة منها. نعم. وهي الآلة كمان اسمها كاخون، هي يعني عادة اللي بيكون بيقعد عليها العازف وبيعزف مثل الكرسي بتكون، بس أنا جايبة ترابل كخون وكل وش بيعطي صوت معين. خلينا نسمع زين إذا كل وش يعطي صوت. يعني هيدا الصوت بيعطي صوت الكخون الأصلي اللي هو فيه السنير. تمام. وهيدا فيه الشيكر. اثنين في واحد. تمام. فلسهولة الحمل لأنه صعب علي كثير أحمل آلات، فبحاول أجيب الأشياء اللي كومباكت وتكون عملية أكثر. يعني ما شاء الله أنت تعزفين على الكثير من الآلات المختلفة، يعني ما عندك توجه واحد، لكن أنت ذكرتي قبل شوي أنك أنت تعمقتي بهالشيء من بعد ما تخرجتي. يعني أنت ما درستي موسيقى، هي مجرد هواية وأنت أسنى منها. تمام. أنا تخرجت من كلية الإعلام، وبأثناء الدراسة بكلية الإعلام كنت عم بدرس موسيقى بس لحالي. حاولت أنه انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية والموسيقى بدمشق، بس ما واتت الظروف. فأنا تقريبا بحاول أنه لحالي أتعلم قراءة النوتة وكل شيء له علاقة بأنه المناهج التعليمية أو العلمية للموسيقى، بس ما قدرت أنه أتعلم تعليم أكاديمي. نعم. جميل. أول عازفة درمز سورية، ضغط كبير. صح. كيف تواجهين هالضغوطات؟ الصراحة هي بلشت، يعني اللقب بلش، يعني أنا ما كنت منتبهة أنه ممكن يكون فعلا في هيك شيء، لأنه بطبيعة الحال أنه أنا بنشد لأي آلة إيقاعية. فأول ما بلشت أنا عزفت مع أوركسترا ماري، وهي أول أوركسترا نسائية في الشرق الأوسط. فمن بعدها يعني كان هيدا اللقب، والصراحة كان ضغط لأنه أنا كنت أخذ القصة أنه هواية أكثر. فبعدين أنه هيدا الشيء اضطرني أنه أنا ضل متابعة تعليمي الموسيقي وحاول دائما أكون عم بتعلم أشياء جديدة وعم بكون قد هيدا اللقب. يعني صحيح. جسرت تستمعينا شيء ثاني الحين؟ أكيد. Je ne suis qu'un être sans importance.
جميل جدا، حلو انه على كم من آله الواحد يقدر يسيطر ويطلع شيء مختلف وجميل. يمكن هذا الشيء يخليني افكر بسؤال ثاني، هل فكرتي انك تدخلين مع فرق موسيقيه بما انك ليش اساسا انت مشاركات كثيره في فعاليات صارت هنا في دوله الامارات وايضا خارجها، ولا تحبين بالعاده انك تشتغلين بمفردك انت ادرى بنفسك؟ لا اكيد، هلا عازف الايقاع بالذات هو صعب عليه انه يعزف كسولو، فهو دائما يعني بيكون ضمن فرق. اللي انا عم حاول ساويه مؤخرا انه انا حاول انه الالات الايقاعيه اعزفها لحالي، مو لانه هو مو اريح انه اعزف مع فرقه، بس لانه عم حاول اعمل شيء جديد والالات اللي انا بعزف عليها هي جديده ونادره، فعم حاول انه خلي السبوت لايت يكون بس عليها، ما بس تكون ضمن فرقه ويتوزع الاهتمام على الكل، لانه نعم. فعلا الات مميزه بتطلع اصوات كثير مميزه. اكيد طبعا طبعا. اول عازفه درمز سوريه ايناس حلال، نشكرك على تواجدك معنا اليوم وكل شكرا. التوفيق لك ان شاء الله في مخططاتك المستقبليه. شكرا. يعطيك العافيه. الله يعطيكم. اذا مشاهدينا للاسف لهنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، تريونا باكر بنفس التوقيت الساعه 11 الصبح، وتابعونا وتابعوا كل الحلقات اللي طافتكم ممكن من خلال الموقع الإلكتروني لقناة أبوظبي ظهر قدامكم على الشاشة. طبعا احنا بنختم بمعزوفة من عند أكيد ليش لا. مشاهدينا نختم وياكم وخلونا نسمع شيء لين باكر. مع السلامة. مع السلامة.